بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعه الخضر والبيوت المحميه، اهلا وسهلا بحضراتكم. بعد الزياده الرهيبه والغير متوقعه في اسعار الاسمده، السؤال اللي بيطرح نفسه النهارده واللي انا لسه شايفه على الفيسبوك، واحد بيساله هل ممكن ان انا استعيد عن التسميد الأرضي بالرش الورقي؟ هل ده ممكن ينفع؟ للإجابة على السؤال ده، أو بمعنى آخر، أنا النهاردة بسمد بطاطس أو بسمد طماطم، ممكن ما سمدش التسميد الأرضي سواء كان الري ده بالرش أو بالتنقيط أو كان الري سطحي، تمام؟ في الأراضي القديمة، هل ممكن أرش الأرض عناصر وما سميتش في الأرض بحيث إن أنا أقلل من الكمية شوية؟ السؤال ده عشان نجاوب عليه حضرات، أولا لازم نقسم العناصر زي ما قسمناها قبل كده إلى قسمين، في عناصر صغرى وفي عناصر كبرى. بالنسبة للعناصر الصغرى زي الحديد والمنجنيز والزنك والمولبدنم والبورون والحاجات دي كلها، تمام؟ الحاجات دي أساسا أو العناصر الصغرى دي احنا بنحبس ان هي تترش. ليه بنحبس ان هي تترش؟ ليه؟ علشان حضرتك الاسمدة دي معروف ان البي اتش عندنا قلوي، تمام؟ البي اتش في الاراضي عندنا في الوطن العربي قلوي، تمام؟ يعني مرتفع في رقم البي اتش، وارتفاع رقم البي اتش اساسا بيعمل لي مشاكل او بيصبط العناصر دي، تمام؟ بوقفها، او بمعنى اخر بحولها لصوره غير ميسره للنبات، تمام؟ لما بيكون البي اتش مرتفع، تمام؟ طيب، ولذلك بنحبز العناصر الصغرى ان احنا نرشها رشا ورقيا. رشها ايه؟ رشا ورقيا، احنا بنحبز ده كله، تمام؟ طيب بالنسبه للعناصر الكبرى، هل ينفع ان انا نرشها رش ورقي وما سمدهاش في التربه ايا كانت طريقه الري اللي عندي؟ بصراحة الكلام ده صعب جدا ان هو يتنفذ، وصعب ليه؟ اصبر معايا للآخر. اول حاجة، النبات بيحتاج العناصر الكبرى ومنها ال NPK معروفة، والمغنيسيوم والكالسيوم، بيحتاجها بكميات كبيرة، كميات كبيرة جدا، تمام؟ يعني على سبيل المثال، انا النهاردة لو بسمد بطاطس وبقول لك والله البطاطس محتاجة 100 وحدة أزوت اللي هو النيتروجين يعني، ومحتاجة 70 وحدة فوسفور، ومحتاجة 100 وحدة أو 120 وحدة بوتاسيوم عشان ده محصول درني وبحب البوتاسيوم، تمام؟ طيب أنا لو هقول مثلا هاخد لك منها النيتروجين، وهقول لو أنا عايز أحط 100 كيلو نيتروجين، خد بالك نيتروجين صافي مش 100 كيلو يوريا أو نترات أو حمض نتريك أو نترات كالسيوم، أنا بقول عايز أحط 100 كيلو نيتروجين، تمام؟ ال 100 كيلو نيتروجين أنا لو بتكلم في اليوريا يبقى عايز قد إيه؟ كل 100 كيلو يوريا فيهم 46 كيلو جرام أو فيهم 46 وحدة أزوت أو وحدة نيتروجين. طيب لو عايز احط، احسب بقى انت شوف الكميه اللي انا عايزها دي هتكون قد ايه، تمام؟ طيب تقريبا 200 كيلو يعني. طيب تعالى النهارده لو بنتكلم انك انت عايز تحط للبطاطس بتاعتك 100 وحده نيتروجين بس يكون المصدر بتاعها نترات نشادر، يبقى انت عايز قد ايه؟ يبقى حضرتك النهارده انت عايز تقريبا كل 100 كيلو نترات نشادر فيهم 33.5 وحدة أو كيلو جرام نيتروجين، يبقى أنت تقريبا حضرتك عايز 300 كيلو. طب هل يا جماعة بالعقل ممكن حضرتك ترش تجيب حاجة أيا كان، اللي كان السماد اليوريا ممكن نرشه، إن كان النترات ما يترشش، تمام؟ طيب بالنسبة لليوريا، هل ممكن ال 100 وحدة دول ممكن نرشهم؟ صعبة جدا، صعبة جدا. أول حاجة صعبة جدا، مكلف اقتصاديا، تمام؟ دي أول حاجة. تاني حاجة، كل عنصر أو كل سماد من الأسمدة الأحادية معروف إن هو ليه أساسا مرحلة معينة من النمو بيفضل إضافته فيها، تمام؟ يعني اليوريا بنقول في بداية من العمر الأول من نبات بنفضل اليوريا، بس وقت التزهير هل يمكن ان انا ارش يوريا؟
لا صعبه ديت ان انا ارش يوريا، لان لو رشيت يوريا النهارده هتعمل لي مشكله بالنسبه للتزهير، تعمل لي مشكله ومشكله كبيره جدا، تمام، ان الزهر هيسقط عندي. تمام، انا النهارده لو النهارده عندي مرحله مثلا التزهير، تمام، محتاج نسبه عاليه من الفوسفور، هل ممكن ارش سوبر فوسفات او نص عنصر فوسفاتي سواء كان اللي هو ال 12 61 0 الماب، هل ممكن ارش الماب او ارش المغنم بالكميات اللي انا عايزها دي؟ صعبه جدا ان انا ارش كل يوم، لان انا عندي رش مبيدات حشريه وعندي فطريه وعندي رش كل يوم مغذيات، الكلام ده طبعا مش هينفع، تمام، وصعب جدا اساسا ان هو يتعمل، تمام، وان كان في تجربه لصديق ليا، تمام، استخدم في التجربه كلها رش اليوريا، ولكن لما جينا نحسبها في الاخر على القمح، لما جينا نحسبها في الاخر لقينا التكلفه الاقتصاديه النهارده، شوف العامل اللي هيرش قد ايه، وانت عشان يعني عايز كل يوم ترش، عايز كل يوم ترش عشان تقدر تدي الوحدات ديت للنبات. في الاخر ايه الفايده من الرش؟ انت ما وفرتش اساسا سماد، لان انت عايز تحط الكميه، تمام، وما وفرت اقتصاديا. العامل اللي برش ده مهريه اجر كل يوم، اجر يومي، شوف اجره كام كل يوم. غير كده كمان ان انت مش هتقدر اساسا النبات لا يمكن يكون عندك مظبوط، غير كده كمان ان ممكن يعني النبات عندك مش هيكون كويس خالص بالمره، لا يمكن يعني، لان التغذيه الجذريه برضو يعني صعب جدا ان هي يستعاض عنها، وخصوصا في العناصر الكبرى بالتسميد اللي هو الرش على الاوراق، تمام. غير كده النبات عندك لو انا عندي درجه الحراره العاليه ما اقدرش ارش كل يوم، ما اقدرش ارش يوريا، ما اقدرش ارش كل يوم، ما اقدرش ادي تركيزات عاليه اساسا، ان انا اصلا مرتبط بحاجه، يعني هو بيقول لك 5 جرام يوريا للتر الميه، لا انا بقول لك 3 جرام يوريا للتر الميه، وممكن كل 3 ايام على ما ترش مره كمان، اصل رش كل يوم يعني انا هنعمل مشاكل بالنسبه للاوراق، حتى يعني في حاجات يعني احنا نفسنا لما بنبدا نرش يا جماعه، حتى الرش العادي ده هو وبالتركيزات على فكره الموصى بيها، بنلاقي في الاخر ان هو نبات طماطم او حاجه، نلاقي دايما الورقه المسنه، الورقه المسنه اللي هي تحت يعني في النبات من تحت، نلاقيها ادت الملمس الجلدي زي الجلد كده، ليه؟ من كتر التعامل معاها بالاسمده وبالمبيدات وبالمغذيات، بيخلي يعني الورقه خلاص في الاخر بتبقى للاسف الشديد بتبقى مش عشان مسنه، علشان هي كبرت، هي كبرت في السن، وكمان اللي كبرها واللي عمل فيها ايه؟ نتيجه تعرضها الكثير بالنسبه لاضافه المغذيات واضافه الاسمده والمبيدات عليها، بيعمل لها مشاكل، تمام، واصبحت ورق عديمه القيمه. فما اقصد كلامي ان انا كل ما هرش زياده على الاوراق هنعمل مشاكل للاوراق، قد يؤدي كمان للحرق بتاع الاوراق. زيادة الأسمدة أو متبقيات الأسمدة نفسها على الأوراق نفسها بتسد المسام بتاعة الورقة، وطالما تسدت المسام بتاعة الورقة هتعمل لي مشاكل كتيرة. قولا واحدا إن أنا ممكن في فترة معينة من الفترات نقدر نرش سماد ورقي، ولكن مثلا زي فترة التزهير أدخل بعالي فوسفور، فترة التبويض في البطاطس بندخل بحاجة عالي فيها الفوسفور، فترة التحجيم او فترة ان انا عايز يعني اكبر الثمر، رغم ان المفروض ده انا ليا مليون مليون حاجة عن قصة التحجيم ديت، انا مدرستي بتقول لو عندك نبات كويس من غير ما ترش ومن غير اي حاجة خالص، لو ما عندك مجموع خضر كويس الدنيا عندك والتحجيم هيبقى كويس والله من غير اي حاجة خالص، يعني ديت شيء احنا بنجربه كل يوم، تمام. انت عايز احجام مثلا ترش بوتاسيوم سترات او نترات بوتاسيوم ايا كان، دي حاجات مكمله وليست كلها هي الاساس، ان انا من الاول خالص ارش البوتاسيوم، من الاول خالص ارش الفوسفور، من الاول خالص ارش النيتروجين بالكميات الكبيره ده، هي كلها على اساس ان انا استعيد عنها بالتسميد الارضي، ولكن اللي طبعا في عدد وحدات معينه كمان حتى لو السماد غالي لازم تتحط، هنساعد معاها ببعض الحاجات اللي قلنا عليها، ولكن لا يمكن اطلاقا ما نسمدش بالنسبه للتسميد الارضي، تمام. وغير كده كمان هيدخل في القصه دي كمان المستوى الخصوبه للتربه عندك، هل التربه اللي عندك قديمه ولا التربه عندك حديثه؟ لو تربه حديثه اطلاقا ما فيهاش حاجه اساسا، الارض ما شاء الله لسه جديده، تمام.
فمش هيحصل عندك ان انت هتستغنى عن التسميد الارضي بالتسميد الورقي. دي حاجة بس يعني حبيت انبه عليها رغم ان انا قايلها كتير، ولكن لما بتكون في فيديو محدد ده يعني بخلي بشد الانتباه اكتر وتكون الامور واضحة اكتر. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله.